هذا يا ابو صهيب، هذا الان اللي تشوف الجبل، هذاك جبل احد. نعم. الطريق هذا من الحرم الان ايه؟ الى جبل احد ايه؟ هذا المسجد اللي حنا عنده الان ايه؟ مسجد الدرع هذا. ايه هذا المسجد مسجد الدرع، صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم العصر والمغرب والعشاء والفجر، يجهز لغزوه احد ايه؟ والصحابه رضي الله عنهم مجتمع معهم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وعد الجيش وعد العتاد، وسمي هذا المسجد بمسجد الدرع. والان هو في طريق سيد الشهداء من الحرم الى جبل احد. جبل احد الان في وجهه، لو تشوف اللوحه مكتوبه هنا، طبعا عندها نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهبه الى غزوه احد، صلى العصر والمغرب والعشاء وبات فيه، ثم صلى الصبح يعني الفجر وغدا منه الى احد، سمي مسجد الدرع لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه الدرع الذي كان يلبسه للحرم. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. داخل المسجد ما شاء الله تبارك الله، بسم الله بسم الله. 55 للهجرة، يعني تقريبا تكلم على تقريبا 1400 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا لا يزال يستخدمون سراج ما شاء الله، بس واصلت للكهرباء طبعا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مسجد الصفا في بلجرشي، وإلى لقاء آخر في بقعة جغرافية أخرى إن شاء الله ضمن حكاية مسجد